فكره الشراكه ما بين فكره الشراكه ما بين الجامعات وما بين التعليم بشكل عام والقطاع العام والقطاع الخاص من ناحيه اخرى دي فكره اساسيه. المبادرات ممكن تبقى في اماكن في مجالات كتيره جدا. ممكن يبقى في عندي فكره المجمعات المتكامله. المجمعات المتكامله يعني ينشا عندي في منطقه من المناطق الجديده ولتكن منطقه استزراع اراضي. انا بخطط المنطقه دي منطقه استزراع اراضي. اي في منطقه استزراع الاراضي ديت اللي انا كلاوي زي مشروع مليون فدان او غيرها عن في التنفيذ الفعلي. طب ايه المانع ان انا اعمل فيها كليات اللي هي هتفيد المنطقه دي او تشغل المنطقه دي زي كليه زراعه زي كليه طب بيطري زي كليه فنون تطبيقيه زي الكليات التكنولوجيه المتعلقه بالحرف الزراعيه والحرف الناتجه عنها زي مجالات الانتاج الحيواني زي تربيه الحيوانات على سبيل المثال. يبقى انا عندي بنش مجمع استيطان جديد. المجمع دوت فيه استصلاح اراضي فيه في الصناعات اللي قايمه على الزراعه زي التعليب والتغليف وغيرها في الانتاج الحيواني والصناعات اللي بتقوم عليه. انا عملت مجمع متكامل. انا هنا مش بعمل شراكه بقى. انا هنا فكره الشراكه نفسها مش موجوده لان انا بعمل مجمع عمراني متكامل. المجمع ده بيغطي نفسه في كل حاجه مش بيغطي نفسه وممكن يغطي احتياجات الدوله خاصه من الاراضي الزراعيه الجديده دي سهل جدا ان انا ازرع فيها الخضروات والفواكه اللي من السهل تصديرها للخارج باسعار غير طبيعيه. فبدل ما ازرع في الوادي الضيق والزراعات فيه صعب انها تتصدر بسبب ان هي الاراضي استهلكت بالكيماويات والمبيدات لا في المناطق الجديده. ده 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 جزء. في الجزء الثاني ان انا الاماكن الموجوده بالفعل الجامعات اللي موجوده بالفعل في المناطق السكنيه خلاص لما تعمل شراكات مع الشركات اللي شغاله. انا عندي هنا ابحاث كتيره جدا في الجامعات في كثير من الكليات زي كليات الهندسه زي كليات الطب دي تفيد بشكل كبير جدا العمليه الصناعيه. في المشاريع دي من الصناعه سواء الحكوميه او الخاصه. هل الاجهزه الحكوميه بتستعين بنتائج الابحاث اللي بتتم في كليات الهندسه في تطوير العمل عندها؟ ما اعتقدش. هل القطاع الخاص بيعرف ان في مشروع موجود او في ابحاث موجوده هتفيده هو كقطاع خاص فيروح للجامعه ويقول لها خلاص انا هشتري منك براءه الاختراع او انا هخش معاك شريك واديكي نسبه لما اطبق انا المشروع عندي واديكي النسبه الاعتبار ان انت صاحب براءه الاختراع عشان اقلل التكلفه بتاعتي وزود الانتاج بتاعي ولا لا؟ في برنامج مشهور بدا يشتهر في السنه او السنتين الاخيره جزء مهم جدا فيه جزئيه تشجيع المشاريع بتاعت الشباب. تمام؟ مجموعه من رجال الاعمال. من ضمن الحاجات اللي مهتمين بيها جدا اللي لاحظتها ان هم مهتمين بالتعليم والتعليم التقني وجزئيه ان هم بيستثمروا في المشروعات اللي هي فيها فكره بحثيه جديده. تمام؟ طب ده بيدل ان في رجال اعمال وطنيين عايزين يدوروا على حاجه هم هيكسبوا برضه كبزنس وده واضح جدا ان هم بيقولوا. تمام؟ بس هو عايز يكسب ويكسب الدوله ويكسب المواطنين. طب ايه المشكله؟ ان يبقى في ربط كبير ما بين كليات الهندسه الموجوده عندي والقطاع الخاص اللي موجود، الشركات اللي موجوده والمصانع اللي موجوده، هقلل التكلفه بشكل كبير جدا. ايه المشكله ان انا اسلم لكليات الهندسه وكليات الحقوق وكليات التجاره بعض المشاريع بالاسناد المباشر، المشاريع الخاصه بالدوله. لما يبقى في عندي مشروع الدوله تتنميه او ايا كان المشروع السكن دوت يبقى اجباري الموافقات كلها تبقى من كليه هندسه. ما فيش حد احسن من اساس الهندسه يقول ده ينفع او ما ينفعش. تمام؟ ايه المشكله ان كل العقود بتاعه الدوله تشرف عليها كليات الحقوق او بتاعه الجهات الحكوميه؟ معلش هو مع عدم التقليل من المحامين اللي شغالين في الادارات القانونيه في كل مكان، هم اضرب القانون من اساس القانون نفسهم؟ لا طبعا. يبقى كليات الحقوق على الاقل تراجع وتشرف. العقود اللي الدوله بتخش فيها مع شركات اجنبيه تبقى اساتذه القانون الدولي مختصين بهذه العقود بس مش بصفاتهم اساتذه القانون الدولي، لا بصفاتهم اساتذه القانون الدولي في الجامعه. فبالتالي التعاقد يبقى مع الجامعه او بيتم الاستعانه باساتذه الجامعه في هذا التخصص عشان يعملوا العقد، فالعقد يبقى للجامعه. بص هقول لحضرتك حاجه، التصنيفات مش المفروض ما تبقاش هي الهدف. المفروض ما يبقاش ان انا اخش التصنيف او انا ترتيب في التصنيف يتقدم ما يبقاش الهدف بتاعي. المفروض الهدف بتاعي ان انا المستوى عندي يتقدم فبالتالي ممكن اتقدم في التصنيفات او لا، ما تفرقش معايا التصنيف اذا كانت عندي فعلا جوده تعليم حقيقيه. تمام؟ فبالتالي انا اهتم الاول ان انا اطور العمليه التعليميه عندي. وبعد كده احط في نصب عيني موضوع التصنيف، ان انا ما يبقاش كل حاجه عندي اهم حاجه عندي التصنيف فاجري ورا بعض العوامل او العناصر اللي تخليني في تصنيف متقدم بينما انا عندي عمليات تعليميه سيئه زي بعض الدول مش هتكلم عنها طبعا. بعض الدول المجاوره تقدمت جدا في التصنيفات
الجامعات بتاعتها بعض الجامعات عندها تقدم جدا في التصنيفات لدرجه انها سبقت الجامعات المصريه العريقه. ف طب ليه سبقت الجامعات المصريه؟ ازاي جامعات ناشئه وسبقت الجامعات المصريه؟ لما قعدنا ندور بقى ونشوف ايه الاسباب وجدنا ان هم مثلا الناشئ الدولي عندهم بقى كبير جدا، وده عنصر مهم في التصنيفات. طب الناشئ الدولي عندهم بقى كبير جدا ليه؟ لان هم بيوظفوا من ضمن عناصر مهمه جدا، بيوظفوا اساتذه ليهم نشر دولي كبير جدا بيوظفوهم في الجامعه عندهم. خدمه الاقتصاد في مصر، بص يا فندم انا دلوقتي عندي زي ما قلنا كل سنه بيتخرج عندي عشرات الالاف من كليات ما بيلاقوش شغل بعد ما يتخرجوا. ودول الدوله بتصرف عليهم. مش مجرد ان هم بيتخرجوا ما بيلاقوش شغل، لا والدوله بتصرف عليهم. سليم؟ انا كدوله بدل ما بيتخرج عندي المفروض ان انا بقى في عندي رؤيه استراتيجيه، انا عارف ايه الوظائف اللي انا هحتاجها في المستقبل من خريجين الكليات. ودي في دراسات موجوده بالفعل بناء عليها تم انشاء بعض التخصصات في الجامعات الاهليه. يعني لما اتفتحت الجامعات الاهليه تم فتح بعض التخصصات فقط، ما اتفتحش فيها كل التخصصات. بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ بناء ان تم عمل دراسات احنا الوظائف هنحتاج وظائف ايه في الفتره القادمه، في العشر سنين اللي جايين او في العشرين سنه اللي جايين، ايه الوظائف اللي هيبقى عليها طلب؟ فبناء عليه تم فتح تخصصات في تم فتح تخصصات في الجامعات الاهليه في هذه المهن اللي هنحتاجها. انا في الجامعات الحكوميه بقى هل انا بعمل كده؟ لا، انا لسه شغال بطريقه ان انا مجبر ان انا اخد كل اللي ناجحين في الثانويه العامه يخشوا الجامعه الحكوميه، لا انا بقى عندي بدائل دلوقتي. فانا عندي بعض الكليات زي الحقوق وزي التجاره وزي الاداب وغيرها من الكليات اللي فرص العمل فيها تكاد تكون منعدمه، لازم القبول فيها يقل 10% عن دلوقتي، نوصل ل 10%. يعني لو الكليه دي بتقبل في السنه 100,000، سوق العمل محتاج قد ايه منهم؟ تقريبا مش محتاج، محتاج 1000 او 2000، خلاص اقبل 10,000 بس بدل ما اقبل 100,000. كده لو وفرت على الدوله مصاريف الصرف على 100,000 بدون داعي. طب بقيه ال 100,000 دول هيروحوا فين؟ 90,000 هيروحوا فين؟ عندك في جامعات تكنولوجيه يا فندم. دلوقتي عليهم في جامعات تكنولوجيه. انت قادر اتفضل عايز تدرس حاجه ثانيه هندسه او طب وعندك المقدره الماديه ومجموعك يخليك تخش الجامعه الاهليه، اتفضل روح جامعه اهليه، مش هقول لك لا. تخش جامعه خاصه، اتفضل روح جامعه خاصه. طب عندنا انا كحكومه، انا كدوله لا، هقول لك عندي الجامعات التكنولوجيه. عايز تفضل اهلا بيك، وانا اصرف عليك فيها. الدوله بتصرف على كل التعليم العام، الدوله بتصرف ميزانيه غير طبيعيه على التعليم، بس معظمها بيقدر في حاجات زي كده. انا بصرف على طلبه بيتخرجوا ما لهمش شغل، فانا بصرف فلوسي في غير موضعها. لا، انا كدوله مش هصرف على الكليات دي خلاص. انت عايز